الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل دروسنا في شرح نظم الامام بن عاشر عليه رحمه الله تعالى وكنا قد ذكرنا فيما مضى الصفات الواجبه في حق المولى تبارك وتعالى والصفات المستحيله في حقه سبحانه وتعالى والقسم الثالث ما يجوز في حق المولى تبارك وتعالى بعد ان انهى الامام ابن عاشر الحديث عما يجب ويستحيل ويجوز في حق مولانا سبحانه عز وجل عقلا تحدث بعد ذلك عن الادله العقليه على وجه الخصوص لهذه الصفات التي ذكرها فقال عليه رحمة الله. وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدة للصانع لو حدثت بنفسها الاكوان لاجتمع التساوي والرجحان وذا محال وحدوث العالم بفتح اللام من حدث الاعراض مع تلازمه. قبل أن نشرح هذه الأبيات هناك كلمات في هذه الأبيات من الأحسن أن نتعرف على معانيها أولا مما ذكره في هذه الأبيات كلمة المحدث في قوله حاجة كل محدث بفتحية الدال المهملة محدث المحدث هو الموجود بعد العدم. كل موجود بعد عدم فهو محدث. وهذا وهذا ينطبق على جميع المخلوقات او يسقط على جميع المخلوقات. على كل ما هو مخلوق. لأنه كما قلنا سلفا الموجود.. قسمان اما ان يكون قديما واما ان يكون حادثا لا قسمه ثالثه بينهما كش قسمه ثالثه بين القديم والحادث فنحن نتحدث عن المحدث وهو الحادث ولا نتحدث عن المحدث وهو القديم مولانا تبارك وتعالى قال هنا المحدث هو الموجود بعد العدم يعني لم يكن موجود كان في العدم ثم بعد ذلك اخرجه مولانا تبارك وتعالى الى الوجود فهو موجود اذا اذا سمعت هذه الكلمه المحدث او الحادث فهو ذلك المخلوق الذي لم يكن موجودا كان في العدم ثم خرج إلى الوجود بفعل فاعل، هذا الفاعل عندنا نحن هو الله سبحانه عز وجل كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في وحي القرآن الكريم. ومن الكلمات المذكورة في هذه الأبيات الصانع في قوله حاجة كل محدة للصانع. الصانعُ. هو الذي أنشأ الشيء وأوجده المخلوقات عبارة عن صنع مصنوعات أما الفاعل فهو الصانع من صنع الشيء إذا أوجده وأنشأه كذلك مما ذكر في الأبيات الأكوان في قوله لو حدثت بنفسها الأكوان لو حدثت بنفسها الأكوان الأكوان جمع كون والكون يطلق على جملة الموجودات التي لها مكان وزمان هذه المخلوقات جميعا التي لها مكان وزمان تسمى بالأكوان تسمى بالعوالم الكون أو العالم كذلك من كلمات التي ذكرها الناظم في هذه الأبيات التساوي في قوله لاجتمع التساوي التساوي هو ما كان أحد الطرفين مساويا للآخر إذا إذا تساوى طرفان نقول عن عنهما بأنهما بأنهما متساويان أو يتصفان بصفة التساوي <applause> ككفتي الميزان هذا عباره هذا مثال للتساوي كفتا الميزان كل كفه تساوي الكفه الاخرى دون غلبه احدهما على الاخر اذا فالتساوي هو ما كان احد الطرفين مساويا للطرف الاخر لا انقص منه ولا ازيد منه. كذلك مما ذكر الرجحان في قوله لاجتمع التساوي والرجحان الرجحان هو غلبة أحد الطرفين على الآخر عكس التساوي غلبة أحد الطرفين على الآخر نأتي بنفس المثال هو الميزان قبل أن نضع أي شيء في كفة من كفتي الميزان الطرفان متساويان إذا وضعت شيئا في إحدى الكفتين فنزلت الكفة نقول هنا رجحت كفة على كفة هذا هو الرجحان غلبت كفة على كفة هذا هو الرجحان إذا وغلبت أحد الطرفين على الاخر او اذا غلب طرف غيره ومما ذكر كذلك في هذه الابيات العالم وذا محال وحدوث العالم العالم هو الخلق كله العالم هو كل الخلق كله كل ما سوى المولى وتبارك وتعالى يسمى عالم لانه علامه على وجود مولانا تبارك وتعالى كذلك مما ذكر في هذه الأبيات الأعراض من حدث الأعراض مع تلازم إذا ذكرنا الأعراض جمع عرض لا بد من ذكر الأجرام جمع جرم والجرم قبل أن نعرف العرض لا بد من تعريف الجرم لأن العرض لا وجود له بدون محله وهو الجرم أو الأجرام الأجرام أو الجرم هو الشيء القائم بنفسه الذي يتخذ شكلا ما في فضاء كشخصي فأنا جرم أو جوهر جوهر بمعنى الجسم لأن الجوهر ينقسم إلى قسمين إلى مركب وغير مركب فالمركب يسمى جسم وغير مركب يسمى بالجوهر الفرد إذا فالجرم أو الجوهر هو القائم الشيء القائم بنفسه كل شيء في الوجود يتخذ شكلا ما يتخذ في فراغ ما وجودا فهو الجرم اما الاعراض الاعراض هي الاشياء القائمه بغيرها الاعراض لا تستطيع ان تقوم بنفسها لا تستطيع ان تقوم بنفسها لكي تكون موجوده لا بد ان تتجلى في غيرها مثال كالحركات كالحركات والسكنات كالحركه و السكون، الحركة والسكون عبارة عن أعراض لا تستطيع أن تعرف الحركة أو السكون إلا إذا إذا وجدت بالجرم واحد يقول لك الحركة يقول لك الحركة أن يتحرك أن تتحرك أن تسكن كيف تستطيع أن تفهم الحركة أو السكون إذا تحرك الشيء فتلك هي الحركة اذا لم يتحرك فذلك هو السكون. هل الحركه تستطيع ان تعبر عن نفسها بنفسها؟ والسكون يستطيع ان يعبر عن نفسه بنفسه ابدا. لا تستطيع ان تعرف معنى الحركه والسكون الا اذا كانت موجوده في الاجرام، فهي متلازمه للاجرام، ملازمه لها، لا تستطيع ان تنفك عنها، مثال اخر من الاعراض الالوان. كالبياض والسواد البياض لا يستطيع ان يستقل بوجوده لكي تعرفه وتعلمه لا بد ان يلتصق بالجرم مثلا بالحائط او بالانسان او باي شيء من الاشياء فانت لا تتعرف على البياض الا من خلال وجوده في الاجرام ولا تستطيع ان ان تتعرف على السواد الا بوجوده كذلك في الاشياء في الاجرام فلا يستقل لا يستقل العرض بنفسه لا بد ان يلتصق في غيره لكي تستطيع ان تعرفه كالحركه والسيول والسكون عفوا وكذلك الالوان اذا هذه بعض الكلمات التي وردت في هذه الابيات اما معنى هذه الابيات فسنتحدث عنه في الدرس القادم ان شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما